الحقيقة أنا مبسوط جدا بحضوري في الأكسبو، وأعتقد ده أهم حدث في الشرق الأوسط وأفريقيا، واهتمام مصر بالرياضة عامة. يعني الحقيقة لسه طالع من ندوة بيتكلموا على تطوير الكرة المصرية، وفعلا الكلام كله اللي بيتقال كله فيه شفافية، وشايف إن هم عايزين يحطوا حلول للمشاكل اللي موجودة، وحتى معالي الوزير بيتكلم بصوت رأي العام، فدي حاجة كويسة الناس كلها تبقى شايفاها وحساها. احنا لو عايزين ننهض بالكرة المصرية لازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان حاجة زي دي تتحسن. انما بس بصفة عامة المعرض جميل، يمكن انا حضرت معرض قبل كده في الامارات والمانيا، وهي يمكن على نفس المستوى اعلى كمان، فالواحد فخور بان هو موجود في ايفنت زي ده النهارده في مصر. الولاد اللي احنا بنكتشفها بيبقى من سن 10 11 سنه، ومراحل السنيه دي بيبقوا موجودين فيها لغايه سن 18، فهم اكتشاف الموهبه، بعد كده تطوير الموهبه، وبعد كده بنوفر لهم الديستنيشن او المكان اللي هم هيروحوا عليه. فبيبقى في الاخر في مسارين، يا اما يطلعوا على الفريق بتاعنا لو في الدوري الدنماركي، دوري ممتاز الدنماركي FC نورشلند، او اللي هم متفوقين في الدراسه دول بنجيب لهم منح دراسيه في احسن جامعات في امريكا. فبتكلم في الفتره اللي هي من 11 ل 18، بعد ما بنكتشف الموهبه بنطورها ازاي، ودي بتبقى على يعني ثلاث عناصر: الكوره والتعليم والتنميه وتطوير الشخصيه. وفي كل حته او في كل عنصر بيبقى فيه معلومات كتير جدا لازم ان احنا واحنا بنطور الولاد لازم بناخد بالنا منها. حته مثلا السن اللي هو ما بين 12 و14 سنه اللي هو وقت البلوغ، ايه اللي بيحصل وقتها؟ فلازم ناخد بالنا الولد بيطول قد ايه، وزنه بيزيد قد ايه، وبنحافظ وكل 3 شهور بنعمل قياسات للحاجات دي. حته التعليم دايما المدرسين بيبقوا عليهم دور في المناخ الاحترافي اللي احنا بنوفره. الأكاديمية انطلقت في شهر 10 اللي فات، احنا حاليا موجودين في مركز شباب الجزيرة كمرحلة انتقالية لغاية ما ننقل المكان بتاعنا ان شاء الله في شهر 6 في بادية بإذن الله. احنا دلوقتي معنا 39 ولد مراحل سنية من 2012 ل 2008، والمفروض السنة دي العدد ده هيزيد لغاية ما نوصل لحوالي 100 طالب في السنين اللي جاية إن شاء الله.